استكشاف مخارج الطوارئ المحمية وشكر لهم جهودهم وتحية لهم جميعا. شكرا لهم. شغل الصوت اللي هناك. هاي لا بس ولا بس اوكي بس هو ده الله يكبر ما تصح قدام في الاماكن المفتوحه انا اوصل عليه باور ايوه لا والله ما استخدم في الاماكن المغلقه في الحرم ممكن تفضل اوكي هو هو في حاليا ممكن تتابعنا مو خلي معنا برفايه الماي موجوده طبعا بيستخدم برفايه البويلر هون عشان ما يكون على السرير عشان يطلع ايوه يعني عامل هواء له دور الهواء باتجاه الريح برفانو ورقه الشجر عندك ميل باتجاه الريح حاليا خلي اللي بيجي واحد من الرواد موجود يستخدم هذا الكون تمام عندنا كان نظام يعني لا بد من تفكير لا تبرد فقط بدون تبرد ما يبرد هذه فقط حين راح نستخدمه هون اتوقع انه ما راح تنفع بحكم الهواء اللي موجود نعم فبنجرب المشهد او نستخدم الماء جميل الله عليك هذه الغير هذه ما لا خذنا من الدنكر يا عبد الرحمن ولا الاطفاء ما في غير ذي عادي يعني الدنكر الثاني ها اللي بالمركز الطفايه الجديده الثاني اي بالمره طيب الدنكر الثاني بس تحجبها طيب شو الحين عندك الهواء تقريبا ما كيف الحال؟ بعد عندك هوا قريب طبعا في لازم تسحب صمام الامان اللي هو اول شيء تاكد انه اول الجيج انه شغال هذه يجربون هذه
خله خله عبد الرحمن.